بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم إذا كذبت يا يمنى ومهما قلت منك الله صغيرة في كل حدك مستفعين سألكين نهفت الفرح من بيت صحيح من أودي الزرع صحيح من ولد طايش وكل أسمع فينا عطيتيني يا يمة عطيتيني بدون حساب يا يمة قولي سامحتك قوليها ولو لحظة يا يمة قولي سامحتك تكفين وطفي شمعة الآهات أبيك انتي ولا غيرك على موت تعزيني ظنيني وسامحيني عسى ربي يرفع الزلات مكافحة المخدرات ذلك الشارك الذي تدرج في إدمان المخدرات ليصبح وللأسف منغمسا فيها ثم أصبح بعد ذلك رهينة لها أسيرا لها فجرته تلك الشهوة إلى أن أصبح يبيع نفسه وكل ما يملك من أجل لحظات لا يستطيع أن يقاومها بدأ يتحايل على أمه طلبا للأموال وقد كانت أمه المسكينة تعيره وتنهاه عن هذه الطرق السيئة لكن للأسف كلما وقفت تذكره أشهر السكين في وجهها فتمادى في شهوته وإدمانه حتى بدأ يتطاول على أمه وأخته ويسرق جميع ما لديهم من مجوهرات على الرغم أنه هو العائل الوحيد له حتى وصل الحال أن بدأ والله يبيع أثاث بيته حتى باع كل شيء ثم بعد ذلك لم يجد ما يبيعه أتدرون عياذا بالله ماذا فعل والله لم يجد هذا الغافل المذنب والذي أنسته شهوته كل شيء لم يجد إلا أن يوقع أخته في الإدماء حتى أوقعها في ذلك وهي غافلة لا تعلم أخذ يدس لها المخدرات في طعامها ثم بعد ذلك بحثا عن الماء لشهوته بدأ يتاجر بعرضها وشرفها من أجل المال والإدراء لا إله إلا الله انظروا أثر العصيان انظروا أثر المعاصي والأثار كيف تجر هذا الغافل لا إله إلا الله بدأ يتاجر بعرضها وشرفها من أجل المال والإدراء والله لم يقف جنونه عند هذا الحد بل سولت له نفسه المريضة وجشعه المسعود أن يزيد دخله فلم يجد سوى أمه العجوز المسكينة التي أخذ يهددها بأخته أن تذهب وتجلب له المال من الطرقات والشوارع والمساجد لا يقف عن تهديدها وضربها حتى انهارت هذه الأم المسكينة ولم تعد تتحمل استعانت بجيرانها حتى أمسك به رجال الأمن على غفلة منه ليأخذوه تمر الأيام فأصبحت أمه بطيبتها ورحمتها تتردد عليه في ستره ثم تتودد للشرطة ورجال الشرطة في الشفاعة وتطلب منهم أن يعالجوه ويعتنوا به لا إله إلا الله ادخل تحت العلاج حتى بدأت حالته تزداد سوءا فقاطعه الجميع من أصحاب وأرحام إلا الأم تزوره وتواسيه وتدعو له رحمة منها وهي تردد من له غيري لا إله إلا الله انظروا إلى رحمة هذه الأم انظروا إلى حنانها عانت منه أشد المعاناة كم عصاها كم أغضبها كم هددها كم ضربها إلا أن قلب الأم لا يزال ينبض بمحبة الولد والعطف عليه قلب الأم والله قلب جعلته لكل من جرى دمه في أحشائها فأين العاقون لأمهاتهم أين الذين لا يبالون بغضب والديهم ولا يعتنوا بهم أين هؤلاء فتبقى الأم تتردد عليه تواسيه وتزوره وتبكي بين يديه حتى تردد حاله ويئس منه الأطباء وفي آخر لحظاته عندما ماته ينظر إلى أمه وهو يعلم ما جناه بها على فراش الموت لا يدري كيف يعتبر لا
لا يكلمها إلا بالدموع وهي بجانبه تمسح دموعه وتهون عليه ولسان حاله ولسان حاله فداك القلب يا يمه ومهما قلت من كلمات صغيرة في كبر حقك بس تكفين سامحيني نهبت الفرح من بيتي صحيح اني ودي الدار صحيح اني ولد طايش وكل ما اسمع فيني عطيتيني يا يمه عطيتيني بدون حساب يا يمه قولي سامحتك قوليها ولو لحظات يا يمه قولي سامحتك تكفين وطفي شمعة الآهات أبيك انتي ولا غيرك على موتي تعزيني ضميني وسامحيني عسى ربي يرفع الزلات ما بأحد يواسيني أبيك انتي تواسيني تكفين انتي يا يمه لا تبكين إن شفتي في الدمعات يا يمه تكفين ضميني أبي ارتاح أنا تعبان تعب تهرب من ذنوبي أبيك آخر مسافاتي أشوفك ساكتة يمه غفيتي ولا أنا غلطان غفيتي يا بعد عمري تعبتي من مواساتي أنا المخطي أنا الندمان أنا الجاري أنا المجري وأنا بيدي رميتك إيه رميتك وبعثرت كل طاعاتي فلا إله إلا الله هنيئا لله هنيئا لمن أرضى والديه وهو يعلم أن رضا الله في رضاه هنيئا لمن ينسي ويصبح ودعوات والديه دعوات والديه له لا تقف أبدا وحسبنا الله.